بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا بالأمس المسائل الثلاثة، وقلنا الأصل أننا نفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. ما هو الفرق؟ المسائل الثلاثة، المسألة الأولى خلاصتها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، أن الله خلقنا ورزقنا، وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام كما قامت الحجة على فرعون بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وقلنا أحد تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو ملك أو صالح أو غيره. والثالث البراءة من الشرك وأهله. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ بالقلب واللسان والجوارح. وعرفنا التوحيد أيضا، تعريف التوحيد يعرف التوحيد لغة إذا جعل واحدا، وشرعا بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تعرف توحيد الربوبية؟ نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية بالعبادة أو بأفعال العباد. الأسماء والصفات في كتابه أو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا على ما قسمنا القسم الثالث من الأصول الثلاثة: القسم الأول المسائل الأربع، والقسم الثاني المسائل الثلاث، والقسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز دائما على هذا الأمر، لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم وتعلم التوحيد. وذكر هذه المسألة، يعني لماذا ندرس التوحيد هنا في الأصول الثلاثة، تأتينا إن شاء الله في القواعد وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا في أول درس في الأصول الثلاثة لماذا ندرس التوحيد، لأن الله خلقنا من أجله، ولا يدخل الجنة إلا موحد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل به إلا به، واستقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان وسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشراب. قال أيضا هنا هذه المرة الثالثة التي يدعو فيها المؤلف للطالب أن الحنيفية، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا أي مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك. ومنه سمي الأحنف بن قيس، كان إذا يمشي يعني تدخل رجله دائما إلى الداخل، وهذا يسمى أحنف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مقبلا الله مدبرا عن الشرك. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية،
وهي العبادة، والعبادة هي التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. إذا كان هناك يعني شخص يأخذ مثلا جهاز الاتصال الجوال هذا ويحفر به الأرض، ماذا نقول عنه؟ مجنون، لأنه لا يعرف أن هذا الجهاز لم يصنع لأن يحفر به الأرض، وإنما للاتصال. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وأوجدهم في هذه الدنيا لغاية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل الإنسان في هذه الدنيا بغير عبادة الله، كان سخر هذا البدن في غير موضع له، كما ذاك الرجل أخذ الجوال وحفر به الأرض. إذن لابد أن تعرف أن سبب وجودك في هذه الدنيا هو العبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى، لذلك ترتاح. ولذلك قال أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الباطل كان زهوقا. في رمضان صلى الله عليه وسلم بلغنا وياكم النهار صائم والليل قائم، تأكل قليل وتعمل كثير، وتعمل في رمضان ما لا تعمل في غيره من الأشهر. لماذا؟ قال: لأنك سخرت هذا البدن فيما خلق له، فلا يمكن أن البدن هذا يرتاح إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحنا بها يا بلال. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، وإذا اشتغل الإنسان بغير العبادة نسأل الله السلامة والعافية شقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. إذن خلق العبد لأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فإذا فر من هذه العبودية وقع في عبودية النفس والشيطان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة سبب لفتح باب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون يوحدون، قلنا هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، لأن عبادة لا يمكن تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن الله لا يقبل أي عمر إلا به، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وعرفنا التوحيد فيما تقدم، وقال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا التعريف لا يخالف التعريف الذي ذكرنا، لأن ذكرنا أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى الشرك، بل نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك وحرم الشرك أكثر من تحريم الزنا والربا وغيره. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وأن الشرك انقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فصاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلام العافية إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان شركه أكبر أو أصغر. وإذا مات على الشرك الأصغر نسأل الله السلام العافية يعذب بقدر ما عنده من شرك،
ثم بعد هذا يدخل الجنة، يعني لا يخلد في النار خلود أبدي. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، قلنا العبادة كل عبادة في القرآن معنى التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة تعم كل شيء، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا من أحسن ما يكون في التأليف، وأنه يذكر المسألة ويذكر السؤال ثم الإجابة عن هذا السؤال، حتى إذا سئلت تعرف كيف تجيب. الأصول الثلاثة تقدم معنا باختصار هي أسئلة القبر. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وإذا كان هو المنفرد بالربوبية، إذا لابد أن يفرد بالألوهية. وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم من هذا أن يقروا بتوحيد الألوهية. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كأنك تقول: أنا أحمد الله. لماذا؟ قال: لأنه هو الرب. فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد توحيد الألوهية، والله توحيد الأسماء والصفات، ورب العالمين توحيد الربوبية. إذن المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ قال: الذي خلقكم. فإذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو المستحق للعباد. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعباد. يا أيها الناس، هذه الآية في سورة البقرة، أول يا أيها الناس في ترتيب القرآن هذه الآية. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد. أول أمر في القرآن اعبدوا أي وحدوا، هذا كله في دليل على أهمية التوحيد. بل أول نهي في القرآن في هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك. في أول سورة البقرة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق، وذكر أوصاف كل واحد من هؤلاء الثلاثة. ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال: لأنه هو المنفرد بالربوبية، فإذا انفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله. فإذا كان هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، إذا لابد أن يكون هو المعبود. والذين من قبلكم، ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، وقد نحتج على هؤلاء الكفار أنهم أقروا بالربوبية وكان يلزمهم بهذا الإقرار بالألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا، أول نهي في القرآن، لله أندادا أي شبهاء ونظراء ومثلاء، تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. الند إذن هو الشبيه والنظير والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ قال: تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد
بالألوهية، وهذا يأتينا إن شاء الله كثير. نريد منكم يعني السبت إن شاء الله نسألكم عن الجداول الموجودة في المذكرة، جدول الدعاء والخوف والذبح والنذر، نسألكم عنه إن شاء الله السبت، ثم نكمل، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك شيء من أنواع العبادة حتى تعرف أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، ومن صرف من العبادة شيء حتى وإن كان قليل لغير الله فهو مشرك كافر. لو مرة واحدة قرب لغير الله لو ذبابة فهو مشرك شرك أكبر إذا ذبح محبة وتعظيما لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتينا بإذن الله السبت، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.